ومعانا كمان النائب عمرو عزت، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وكيل لجنه الطاقه والبيئه والقوى العامله بمجلس الشيوخ. سياده النائب، اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. قول لي، ازاي نجحت الدوله في توفير الحمايه القانونيه للمراه ودلائل ده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا بنهني المراه النهارده 8 مارس بالعيد العالمي للمراه. عايز اقول لحضرتك ان ملف المرأة ملف شائك جدا. احنا بنحمد ربنا ان احنا عندنا قيادة زي الرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة الامر الرئيس منذ ان تولى سلطة الحكم بعد الجماعة الارهابية، ولا اهتمام كبير جدا للمرأة المصرية وفتح لها الطريق إلى التمكين. الرئيس عنده اهتمام شديد جدا بعظمات مصر. الرئيس أدرك أهمية المرأة داخل المجتمع المصري، أدرك أهمية المرأة في الحالة السياسية المصرية، والدليل على كده التمكين الذي ولاه السيد الرئيس للمرأة طبعا طبقا للدستور وكتلة المرأة في المجالس النيابية وكتلتها. هنجد أن سيادة الرئيس جعل من المرأة لها تمكين في الحالة السياسية، وده شاهدناه في البرلمان بغرفته مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والسيدات وعظمات مصر وفتيات مصر اللي خاضوا الانتخابات البرلمانية سواء على القائمة أو المقعد الفردي أو حتى بالتعيين، وده كان شكل واضح جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز إلى المرأة في تقنين قضية الطلاق الشفوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح مجال كبير جدا لتمكين المرأة داخل المجتمع المصري بشكل كبير، وده بقى واضح في الحالة السياسية وفي الشارع المصري. ممتاز. ايه المطلوب للارتقاء بالمرأة المصرية في كل مناحي الحياة للوصول للمساواة التامة ما بين الجنسين وفق رؤية الدولة 2030 يا سيادة النائب؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. تمكين المرأة لن يأتي إلا بقيادة سياسية حكيمة تفعل دور المرأة داخل المجتمع. في حقيقة الأمر سيادة الرئيس بيلعب هذا الدور بشكل كبير جدا لتمكين المرأة، لأن هو شايف أن المجتمع المصري لن ينهض ولن يتقدم إلا بتمكين الشباب وتمكين المرأة. فلدينا قيادة سياسية بتتعامل مع هذا الملف بشكل واضح جدا حول تمكين المرأة المصرية. ممتاز. أهم أولوياتك إيه في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامة يا سيادة النائب؟ أنا النهاردة الحمد لله شرفت إن أنا أفوز بمقعد الوكيل على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة باسم تنسيقية شباب المصريين. الله يبارك في حضرتك فندم. هذا الكيان العظيم اللي أصبح علامة فارقة في السياسة المصرية، أصبح أو غير في المعادلة السياسية المصرية. من أهم أولوياتي داخل هذا اللجنة مع بداية عدد اللجنة هو ملف شائك جميع المصريين يسألون عنه، وهو ملف العمالة الغير منتظمة. فإن شاء الله الفترة اللي جاية هنتقدم بدراسة كاملة عن وضع العمالة الغير منتظمة في كل مؤسسات الدولة المصرية، وحل إن شاء الله باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيف نحل هذه المشكلة الشائكة. ممتاز. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب عمرو عزت، شكرا لحضرتك.